ميس، يعني من قرية السويداء من جنوب سوريا إلى مسارح عربية وعالمية، مسيرة تستحق الاهتمام، تستحق أن نسلط الضوء عليها ونسمع كيف بدأت هذه المسيرة. أنا من مدينة السويداء، مزبوط، قرية المجامر بمحافظة السويداء. وبعد دراستي الثانوية أنا درست المعهد العالي للموسيقى بدمشق، اختصيت بالغناء الشرقي. وبعد التخرج بلش يعني بمسيرتي الخاصة. عملنا فرقة أنا وزوجي اللي هو رئيس الفرقة رشيد هلال، كان معنا عزف كمان جماعة بحفل اليوم. ومن بفرقتنا هاي قعدنا نعمل مشروعنا الخاص اللي بيصب على كمان نحن مهتمين جدا بالتراث، في تقاطع بيننا وبين طارق، فبنشتغل أغاني تراثية من منطقتنا أو مناطق أخرى بسوريا كمان، وبنشتغل أغنياتنا الخاصة. نعم. وشوي شوي يمكن العالم الحمد لله حبتنا، شوي شوي يمكن قدرنا نثبت شيء جميل. أنا بدي أقول لك العالم حبتكم وسجلتوا بجزء فيك القرب بالثقافة ما بين القرية أو والمحافظة اللي ميس فيها وما بين فلسطين. صحيح. فعلشان هيك غنيها وصلت سريع، وهي عملت لنفسها يعني قاعدة جماهيرية عالية جدا بفلسطين. مزبوط. علشان هيك شاف كيف مش رح تكون أشر مني وزي ما طلبت أغنية من إبراهيم، أكيد بدنا نسمع منك أغنية. وأنا حابة صراحة بتذكر الأغنية اللي ألفتيها لما توفى جدك. بتعاتب خيالك في ظل صورة وما حدا قبالك، بتعاتب خيالك في ظل صورة وما حدا قبالك، بترجعن من غيبتن وبتطلعن عبالك، هن بس يلمحوا خيالك وبتعاتب خيالك، مرمي بزوايا البيت ورد وحبا يابس وغصن العريشي عالحيطان فيها الورق عابس، ودراج بيتك يلي كان زينها دعسات الجيران وضحكات طفلي صغيرة، وبتنطوط قبالك وبتلاعب خيالك. الله 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 الله, الله, الله على هذا الإحساس، يعني إحساس والقصة، قصة حقيقية، يعني قصة يعني جميل. يعني أي واحد فاقد شخص عزيز راح يحس بهذه الكلمات التي صحيح مثل ما نقول دائما ما يخرج من القلب يصل إلى القلب. يسلم صوتك، الله يخليك.